اهلا فيك يا انتوني، بسطنا فيك، جيت لعنا اورلاندو واخيرا جيت على فلوريدا. جابي حوات اكيد من الجبال، اسم بيوح من الجبال، وكنا مقضي كتير نص ايامي كانت الجبال ونص التاني بعناية بما شربل. احنا من زمان جدي وبي، وهلا عندي بيت عم برمم، وانا اقرب بيت للمحبسة هبتا كمان، ان شاء الله بتزورنا فوق. جيت على امريكا ب 5 اكتوبر 1982، يعني بيصيروا 41 سنة هلا باكتوبر. جيت بالحرب، بتعرف 1982 صار في اشياء كتير مهمة بلبنان، بتاريخ لبنان، بحزيران الاجتياح، بفينترو اوت مثل بكره انتخب رئيس الشيخ بشير جبيل، ب 14 سبتمبر صار في الاغتيال. انا بعد منا بجمعتين ثلاثه تركت، سوري عم نخلط لك عربي فرنساوي انجليزي، نحن هيك بنحكي بالبيت، يعني اذا علقت بالعربي انت خلصني. بس بعدني بقرا وبحكي وكل شيء مثل ما مبين لي جبيلي كمان. بقى جيت على جامعه، هلا هنقطع حد اليوم حد ناسا، كنت 17 years old، انجليزي ما في، حرب ماشي، قرشين بالجيبه. تعلمت انجليزي اول 6 اشهر بالجامعه اسمها فلوريدا تك، ورجعت عملت هندسه، خلصت بسنتين ونص اول ديجري، رجعت عملت ماستر ديجري، ورجعت تركت الجامعه لانه كان خيي وصل لمرحله لازم يترك لبنان كمان، اخذت شغل هون باورلاندو، واجا خيي كمل اسم الله عليه، هيز ذا سمارت وان ان ذا فاميلي، رائد. ورجعت انا عملت بعد منا، خلصت الدكتوراه تبعي باداره جامعات، ورجعت بعد منا عملت بوست دكتوريت ورك بهارفارد يونيفرسيتي. الكارير تبعي كان كله تقريبا بالهاير ايدوكيشن، حتى الجامعه اللي جيت عليها بال 1982 رجعت عليها 2016 سينيور فايس بريزيدنت اند تشيف اوبريتنج اوفيسر، زيت الجامعه. بس سالوني بالجامعه طب شو انطباعك هالبرمه كلها؟ صراحة بتنحكى بس بثلاث كلمات، وهيك قلت لهم ثلاث كلمات: Only in America you can do this. You can come as a non-English speaking foreign student out of a war and come back 30 some years later as chief operating officer for the university and senior VP. So America is a wonderful country, is our adoptive country. بس لبنان تعرف بدمنا، لبنان ما فينا، نحن بروح كل سنة، ولادي كل سنة بروح على لبنان، بيقضوا كل الصيفية مع سمر، هل بتتعرف عليهم إذا الله راد. Good morning, good morning. شفت تبنونا. هي أول مرة رح تطلع على الفيديو، مش عم تسأل عليك. Good morning. بونجور. بحبك. نهار جديد بيعقد، شو هالسفرة؟ 22 يوم in the making من بعد برمي بميامي، تاخد العقل والمناطق اللي حواليها، وصلنا هلا على اورلاندو. اورلاندو تنجي نقضي، حنقول هيك بريك شوي، بريك او رياحه، واكيد برمي مع صديقنا جابي. تعرفنا على بعضنا بلبنان، تعشينا سوا عند بابل انا ونال، كنا هيك احساس يعني، ولا بعرفه ولا بيعرفني، بعت لي مساج صرنا اصحاب، بدي اتعشى معك، قلت له ايه، وإز من صحبي لصرنا هلا عم نقضي 3-4 ايام مع بعضنا، وترك شغله كرمالنا، والتليفونات 20 مره بنهار تيتاكد انه كل شغله عم بتصير مزبوط. ربيعة يعني كان عم يهتم بهذا الموضوع. اورلاندو 3 دايز ببلشوا هلا، ديزني وورلد، يس، ابكوت سنتر، اها، ميت اند جريت تو نايت، يس، اند ماني اذر ادفنتشرز. ما حتاخذنا شوبينج؟ عم بقطش الخط. انا بهالدينه ما بسمع كتير، ما بسمع منيح ربيع. Thank you.
واو 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 واو. اكل طيب ومش طيب هلا اخر همه، بس برمي بقلب المحل وتصوير كل التفاصيل، بتحسوا حالكم ريل امريكا. واو. هلا هتعرف على بعضنا، بس انا اجمالا انا لازم اكون جبت لك هديه من لبنان، مش انت تعطيني هديه. هديه لبنان لنا يا حبيبي، انت هديه لبنان. واو. 1986 بعدهم جديد طازع قبل ما الليره ترجع ايام الليره. واو، ثانك يو سو ماتش. يعني شفت اللبناني وين ما يروح بيضل لبنان بقلبه بيحمله معه، فاجين هديه من لبنان. محمد حسين من اقليم الخبروب بالشوف، اللي بأمريكا 46 سنة. جيت أنا شاب صغير وتعلمت وعشنا هون الحمد لله. وهذه مرتي سوزان كمان من الكريم. أنا الحقيقة ما عندي قصة دراماتيكية مثل باقي اللبنانيين. جيت لأتعلم وكان حظي حلو إنه بالجامعة أنا متعلم كان عندنا ريسيرش بروجكت نجح، وأسسنا شركة والحمد لله نجحت. وهلا عندنا شركتين، شركه بنصنع ادوات الكترونيه للسيفل انجينيرينج، انا ام سيفل انجينير، وشركه بنعمل كونسلتيشن. عندنا 14 اوفيسز بامريكا، من كاليفورنيا لنورث ايست، يعني من شيكاغو اوهايو اتسترا، وعندنا ريبريزنتيفز وورلد وايد 100 دوله. ف ويف دون بروجكتس اول اوفر الحمد لله. وي ار هابي، وي ار هابي ممبر اوف ذا كوميونيتي، ليبانيز كوميونيتي. هيدي اللبنيز. I'm not. This is my hobby. Every piece of money that was ever printed in every year. Yes. It's Libya. أول مرة بشوفها. الجمهورية اللبنانية. الخمس قروش. بالببليك الناس كان في عربي وكان في فرنساوي. خمس قروش. أول مرة بشوفهم. 10 قروش جمهورية لبنانية. أي سنة؟ أي سنة؟ أي سنة؟ مكتوب عليها سنة؟ مش مكتوب عليها سنة. 42. أول مرة بيقطعوا قدامي هول، وأكيد قدام كتير ناس. ليك الجمال هيدا الأسد اللي بيبعلبك. تمبل اوف جوبيتر. 25 بياست. هلا هن من اول ما بلشوا سنة وسنة بصيروا سنة بسنة. بس لتفرجيك هذا بعد الليرة 1925 لبنان الكبير قبل الجمهورية اللبنانية. هي أول ليرة انطبعت. بال 1925 طبعا منها 3,100,000 ليرة. كانت الليرة بتسوى 20 فرنك فرنساوي. رجعوا طبعوا هولي. هيدي تابلو هيدي. مانك مجمع وحدة، مجمع 10-10 يعني. Like everything that I can get my hand on anywhere in the world. شو كان في فن، شو كان في تفاصيل، شو كان في جمال، شو كان في وقت. هيدي هون سبيسيمن. يعني السيريال نمبر تبعها بده يكون زيرو. يعني لما طبع طبعاته اللي تبعته على البنك المركزي فور ابروفل بيفور ذي ميك ذا ران بيبعثوا لهم. هلا هي كل سنه بسنتها، كل سنه نزلت فيها محطوط. عم امبرست. شو بدي اقول لك؟ بدنا حلقه واحده كامله عنهم. هيدي سنة 1980 اخر ليرة. 1980 50 مليون نسخة عملوا. ايوه. هيدو طبعوهم بين 1964 و80، طبعوا منهم 204 مليون نسخة. بس باخر نسخة 1980 طبعوا 50 مليون. هول اللي نحن منجمع منهم موجودين، الباقي كلهم كانت أول مرة بشوفهم. هلا شوف، بنك دي سيري
هذا طبعه من لبنان بيستعملوا شيء بسوريا وشيء بلبنان لحتى طلع مصرف لبنان وانقصمه هذه كمان That's a piece of art. اوكي هون وصلنا على اللي شوف العشرة كمان هون بنك سوريا ولبنان بنك سوريا ولبنان هذا بيستعملوها في لبنان وهذا بيستعملوها في سوريا اها سكن بنك واحد بس بلدين بلدين لا فاجأتني يعني فاجأتني ثروي كده انت ثروي مش هو ثروي every single coin موجود انت طبعا انت مزبطهم every كان يضحوها من زمان تتكون تكون اخف وزن مش بس اخف وزن the origin of coins came from China شغله اسمها كاش الكاش هو rounded thing with a hole لانه كانوا يحطون on a string يربطون بخيط اوكي لا يحملون قرش مقلوح يقول اسمع دوح ديك شو حديث عشرة نحن عنا كتير واحد مجمعين كل ناس بعنده منهم بس العشرة اول مرة بشوفها كمان خمسة اول مرة بشوفها وفيني اقول لك انا بجمع منهم يعني اذا بجمع ومش شايفهم يا شباب اللبنانية بالنادر لحتى يتفقوا على شغلة كلهم يحبوها يكون common denominator بين كل المجتمع اللبناني كل الشعب اللبناني بالخارج وبالداخل بالنادر لتكون شغلة يعني الأرزة هي واحدة منهم وانتو يا شباب common denominator الكل الناس بتتفق عليه بالنادر لتلاقي شخص العالم بتتفق عليه وتحبه هيك بشكل هذا بالنادر تعرف مين كمان هاي؟ محبوب مين فيروز فيروز يعني انتم ما تقللوا باللي عم تعملوه يعني انتم اللي عم تعملوه very important مش بس عم تجمعوا يعني انت you showcase restaurants owned by Lebanese but you promote Lebanon there's a big difference between showcasing and promotion thank you you promote the Lebanese and Lebanon with love ومن قلبك and all of the effort you do كل هالعمل تعمله I know it's very difficult تسافر من محل لمحل لمحل بس to promote Lebanon we so much appreciate that thank you so much شكرا حبيبي أنا بسطت عرفت عليك كتير شكرا وإيش التروية؟ عبالي كان من أول أكل بسكتس ناطرون and they're amazing الملوحة اللي بقلبه مش معقول منبلش بالصحون كبار معبيين محشيين مزيتين American style and we love it هو الاسم جريدي this is the grits هاي الجريفي طيب this is the grits وهاي الجريتس اللي هي الكورن كورن مطحون فيدس ساذرن اكل مستشفيات كثير طيب اكزاكتلي طلبت ستيك ايجز اند ايفريثينج ان بتوين كونتري فرايد ستيك عم نحكي عن ترويقه خفيفه نظيفه لذيذه انا اتس كود وانس ان لايف تايم بس حدا عنده ترويقه ميديترينيان دايت تبعنا المنقوش غير شكل اللبنه غير شكل سعجات الخضره غير شكل تخيل مش عم خفف فيهم بعقده حبيت المحل I love it 10 على 10 ترويقة أكلهم طيب من الآخر بس هيك for the fun of it تخيلوا طاولة لبنانية فول الحمص الخضرة البيض الطازة اللي هلا طالع ريحته نزم تحت الدجاجة الطاولة الحلوة اللي كلها شيرينج يلا حط سبقين لحقك حط متبل اللبن وغيرهم وإذا بتجي على مقلي 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 and we love it تقلكم مظبوط جيت كرمال هول بلوبري بانكيكس في بقلبهم بلوبري and then بلوبري سيرب on top
definitely come for the pancakes. Definitely come for the pancakes. مظبوط رفيع ومنهم هالقد. Super moist. مثل مخدية. ما بيعلكوا. Definitely come for the pancakes. نحن تقلكم مظبوط جينا تروق. وإذ تعرفنا على أستاذ محمد. شو هالعظمة. فعلا فعلا. مش معقول قديش في نحن وين نجاحات عم نحكي. يلي خبرنا إياه واللي ما خبرنا إياه. في لبناني بكل شغلة. أكيد في لبناني هون. وهون 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 بكل شغلة في لبنان عامل شيء كتير منيح كتير مهم وكل حدا ملتقى فيه بقول له مش تتحكي عن حالك لا تتكون رول موديل لنحنا لهالشباب يلي بمحلات يمكن فقدوا الأمل تكلنا سوا نتطلع لفوق ونقول فينا نوصل وفينا نعمل great way to start ترويقة check هلا اليوم مش ديزني اليوم نازا كندي سبيس سنتر اشتغلت كتير بمجالات بالجامعات اللي كله على لينكدين ما نحكي على الرزمي تبعي من سينيور فايس بريزيدنت اكزيكتيف فايس بريزيدنت تشيف اوبريتنج اوفيسر تشيف فاينانشال اوفيسر وبشتغل مع الفيدز كمان اي تشير ذا بورد اوف ذا ناشونال سايبر واتش سنتر هيدا 450 جامعه عندهم جروب الفيدرال جوفرمنت ناشونال ساينس فاونديشن ذي فاندد to promote cybersecurity education and awareness in the country for the last 17 years. I chair the award and actually كان بدي سافر الأربع عشية عندي speech بدي أعمل keynote address BDC Baltimore الخميس غيرتها تترك very early Thursday الساعة 6 تأوصل بتغط طيارتي وبعد ساعة بتروح دغري أعطي keynote address for one hour يعني ما في نوم معك وعندي كمان شركة أما principal in Washington DC اسمها Catalyst Partners Government Affairs and Public Relations Firm وعندي أنا my own company حوات Enterprises buy real estate and invest in real estate and so forth وعندي كتير علاقات بلبنان بعدني كمان يعني من الجامعات يلي كتير اشتغلت معهم وبعدني بشتغل معهم لمدة اللي كذا سنة ثلاثة بريزيدنت صاروا هي اليوزاك الكاثوليك جامعتنا يعني من بير هادي محفوظ كان رئيس هلا صار رئيس العام بعده اجى بير حبيقه يلي معمد لي كمان بنتي اللي هو هلا نائب رئيس العام لبير طلال هاشم هلا يلي الرئيس اللي كان بعرفه قبل واجى لعندي قبل نعمل لهم علاقات مع جامعات بامريكا وهلا حكى لي من جامعتين بده يجي كمان اوف كورس مارد هذه خبرية خبرتك إياها أنت ونالا العشرة أرجع عيدها هلا كنت في 2012 ديسمبر 23 انعزمت مع رولا معوض عزمتني كوزينتي بتكتب بالنهار أكيد تعرفها تحضر معنا كريسمس كونسرت بيروت شانت سمر سلامي هلا سمر سلامي حواد شيز ان أوبرا سينجر كل العالم تعرفها بلبنان أنا ما كنت بعرفها رحنا تنحضر الكونسرت فتنا على كنيسة بآخر الكنيسة مليانة كانت مثل العادي وصلنا مأخرين مع كوزيتي بطلعت سمر عم بتغني الآفي ماريا قام شلت الفيديو أنا وبلشت صور نحنا بآخر الكنيسة الكنيسة هذه كنيستك كنيسة الكابوشية بقى قلت لي كوزيتي شو عم تعمل قلت لها بكرة بدي فرجي ولادنا أول مرة سمعت أمونا عم بتغني ونحنا كنا بعد ما تعرفنا وهيك صار النصيب تعرفنا ومش الحال جوزنا بباريس ب 2015 we have a home in Paris still احنا فرنسوية كمان وامريكانية ولبنانية وانا وسمر والولاد والله رزقنا فالنتينا عمرها 7 صارت هلا والكسندر عمره 5 وبتشوف من قبل ما تفل اذا الله رد بتشوف الطوشة انت عندك ولاد وبتعرف America is good we try to do I'll try to do whatever I can especially in education help لبنان لانه انا برأيي Education is the answer to social challenges. ببسميهم problems. مش بس بأمريكا بلبنان. And when you invest
in education, you invest in people, ما عرف يخدون منا شغلي to the point إنه بهمني كتير أمر الأمر الفيميل النسوين البنات بلبنان والدول العربية. أخذت 6 أشهر leave of absence من شغلي ونزلت على السعودية ساعدتهم establish the first all women community college يلي بقلب Princess Noura University which is the largest university all women university in the world بالرياض. وPrincess Noura كانت عمته لملك عبد الله. But to this day هلا النسوان عم بيتعلموا السواقة بالسعودية بزيت الجامعة يلي I helped them establish. بعد 6 months هونيك وبروح بيجي عندي كتير علاقات مثل بتعرف انت بتشوفني ايام بنزل عندي كتير اصحاب بالميديا بالهاير ايديوكيشن بالليدرشيب بلبنان وهون we'll do what we can. يعني انت صراحة شو بدي اقول لك يعني حدا قال قبلي بديربورن انت الامباسادور انا بالنسبة لي انت البيكن اوف لايت يعني عم تجمع الناس كلها من كل اطراف العالم عن لبنان وعن المنطقة عنا وهلا ما راح احكي كثير لانه في حدا عطاني ديسكريبشن ثاني عنك خلي اقول لك اياها هو اليوم يلي ما حدا عم يقدر يعملها قدك. ثانك يو فور يور كونتريبيوشن ثانك يو فور ميكينج ثينجز هابن فور اس ثانك يو انت وربيع هالمشوار وانت هون كصديق وكخي ومعزتك بتعرف نعم شوفكم بلبنان انت ونيل ومشوار جاي بدنا نيل والاولاد يكونوا هون كمان معنا مع سمر ومع فالنتينا ومع الكسندر. Today you'll be following me behind the gates on this exclusive bus tour of Kennedy Space Center. Station from American soil for the first time since the space shuttle program ended in 2011. It was originally built in 1965 in the Apollo program and has since been updated to accommodate the space shuttle and now NASA's SLS rocket. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. Not because they are easy, but because they are hard. We were making up for it in one big leap. We were doing it with a rocket. You are now in the final minutes before the launch of Apollo 8, right here where it actually happened. Mankind is about to leave his planet behind and journey to another. Whoever is missing one star, he enters our arms. 4, 3, 2, 1.
عظمة 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 عظمة. على التلفزيون تبين أصغر بكتير وبعدنا عم بعد 5 6 7 وبعدنا عم بمشي فشخات وحين بين فوقي على التلفزيون بتبين أصغر بكتير. ومين كان فكر أنه معقول يطلعوا شيء هالقد عظيم برات الأرض؟ مين بيقول أنه معقول يطيروا شيء هالقد؟ نحن اليوم صار عنا الـ A380 الـ 550 باسنجر 450 تون بتطلع وبتطير. تخيلوا وين بلشت هالأيام. ما كان في كمبيوترات تبع هالأيام وتطورات تبع هيد الأيام. أول مرة بالستينات طلعوا هالشيء الكتير عظيم على القمر. لكن وين صاروا ونحن وين؟ نحن طلعنا الحضارة على كل العالم، هن تطوروا وكفوا ونحن بعدنا منزقف للحرامة ومنقول له برافو خليك انت حاكم البلد. صار وقت نوع على العالم وين صار وين نحن بعدنا مسكين بلبنان وبعدنا عم نتركوا لورا. كلنا سوا لقدام. وكنت عم شوف هلأ بتعرفوا انه في من الكبار من الكبار من الاشخاص المسؤولين بنازر 3 منهم لبنانية يلي بنعرفهم واكيد موظفين كتار. لبناني له دور بنازر وين عم بتصير. وكلنا سوا مطلوب منا شغلة صغيرة انه نرجع نبني بلدنا ونوقف نزقف له ونهيص له للحرامة يلي سرق لك مصرياتك. الكل مزبوط هلا فهمت. بكل الصور اللي بنشوفهم بنشوف هي وطالعه على الكاميرا عم تصورها من جوا وشقف رينج كتير كبير واقع ونازل بقلب الارض. هلا فهمت هو الرينج هي هالشقف الفاضيه يلي ان كانت هون او كانت هون هي اللي بتغطي الستيج 1 عن ستيج 2 عن ستيج 3. يعني في بقلبها كانه 1 2 3 روكت سيبريت. اول وحده بتتفشى نص الطريق بتفك، ثاني وحده بتتفشى نص الطريق بتفك، وثالث وحده بتكفيها الطريق الثالثه. اول مره بتخيلها كيفيه هالصغير على كبير. طلعوا نحن بهول اذا بتعرفوا قد الفورم دو بيروت ويمكن اكبر، او البيروت هول او الاكزيبيشن سنترز، وموجوده من اولها لاخرها موصوله شقفه 2 3 ان ريل لايف. وهي الشقفه الفاضيه وراي هي اللي بالفيديو بتشوفوها اشطر. عرفتوا ايه؟ امبرسيف، ريلي امبرسيف. امبرسيف واو. ما كنت عارف what to expect، ما كنت عارف اذا رح نقرب هالقد، رح نشوف هالقد، رح نفوت بالعمق هالقد. very 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 impressive. اورلاندو ديزني وورلد ديفينتلي، نازا اكيد، هول شغلتين كتير اساسيه اذا جينا على المنطقه بتقضوا نهار بنهار وبعدين بتعملوا الباقي. there is a new show coming soon. واو بيوتيفل. ضروري 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 تزوروها ضروري. فيري نايس شوز، تفاصيل
ما كنت عارف انه طلعوا هالقد على القمر. نحن وقفنا عنين أرمسترونغ بس هني بعدين طلعوا كتير مرات وجابوا صخرة كبيرة عم فتش عليها لازم نشوفها شي محل. اوف شغلة ريلي هي اكتر بكتير من انه واحد يشوف قصة القمر او الروكت. بس التفاصيل الشغل الصعب تبع الانسان looking at hard work achieving any dream you have. دايما بقول انا حلمي بيع حمص على القمر شي نهار يمكن بحققه. فشو هو حلمكم؟ اكيد فيكم تحققوا. هديه للولاد ومنكفي صار وقت الغداء بعتقد. Welcome to Junk Food Extravaganza. بس ما بيمنع العجقة ناس وولاد كل العالم على مطعم واحد تنقزوا على الفوتة. بس بعدين تشوفوا الصور أو الصحون اللي على الطاولات بشهر سلاد بيك سايز مستحلة مشروم سويس برجر أنا تشيز برجر عبالي وماكن تشيز تشيز برجر ما عندهم تشيز برجر دوقي بلا أوكي ديل شيرينج كلنا شيرينج يلا ويل فايند ا واي تو ايت. كل مظبوط الناس كلها عم تاكل الصحون مرتبة المطبخ كتير نظيف سيستم سريع أسرع من يمكن ماكدونالدز وبيوصل بالآخر very good fries very good fries and a simple cheeseburger فيه بقلبه لحمة ريل لحمة ما فيه خبز وبيض وواضح من لونه خبزتها مرتبة طعمتها correct as good as it should be كتير بهار بس سوا and then مشروم it's good لا شو بسموه بارك او ادفنتشر او وات ايفر بابليك بليس الاكل منه عاطل ابدا ساندي صغيره تقريبا ضاين لعشيه بعد ما خلصتها بعد فيه اشياء في المبرمون ماك اند تشيز ذات اي لايك مع حمص كلوا انتم البرجر انا بتسلى بهول جود فود جود كيدز فود اونستلي انبسطنا بالقعده دردشنا شوي وإز منفوت على أتلانتس. One more main stop بهيد البرمي. ساعة وصلنا على بكرة إنه خلص ساعتين زمان شو بده. راح النهار. And it's worth it. Must do recommended إن شاء الله برجع بقدر جيب ولادي لهون شي نهار لأنه شي خيالي. Cargo up there in addition to the people, science labs, satellites.
امبرسيف امبرسيف انديد. قبل ما نوصل ونشوفها قديش هي كبيره وقد حرزانه امبرسيف قديش الامريكان ار جريت ات شو بزنس. الموسيقى الأضوية الالوان البروجكشنز اند ذن واو بعيشوك الحلم وبتوصلوا لهون بتحسوا حالكم بارت اوف سمثينج بيج. تخيلوا هيدا الشيء هالقد كبير العظيم. واو انجوي افري بيت اوف ات. Incredible achievements, incredible journey, incredible feeling. بتحسوا فيه قديش الإنسان عمل. Hey, نحن وين؟ نحن وين؟ عم بستبق الأمور وخبركن. هاي مش دعاية أبداً. بس I'm a big fan. من بعد ما فرجيتكم أقدم ماكدونالدز بالعالم بأورلاندو في أكبر ماكدونالدز بالعالم 1800 متر مربع أربع طوابق the biggest play place. بيجوا عليه من وين ما كان. فتح بال 1973 أو 76. Welcome to the biggest على ثلاثة أو أربع طوابق. يعني ما بلا بيج ماك مع فرايز ما بتشكي من شيء أبدا. صار في قاعدة، صار في مطعم، صار في صحن بيجي عليه ساندويتش مغطى مثل كأنه فيت ظاهر بهيك ريستوران إيطالي. هون عنا الباستا، انتو بتنقوا اي نوع. نقينا لينغويني الفريدو، اكيد الفرايز، بيج ماك هلأ نوصله. فينا نفرجي كونيه فريش بريد عشان عملوا دعاية، هذا غير موضوع. عندنا البيتزا، it looks nice, looks really nice, crunchy على الطرف، رقيقة بالنص، مطبوخة صح، كتير مكونات أكتر. looks nice, smells amazing. مع توم بالصوص طماط هلأ بدقلنا إياه وربيع بخبرنا. فيلي ستيك طلع قديش غني قديش كبير. رح نسكره هيك. أوه. طلع قديش حرزان. عم تنتبهوا الكرم قديش محشيين الساندويتشز، قدي معبيين. beautiful. هلأ كمان متأكد ومندوق نشوف إذا الباستا مطبوخة مظبوط صح. منا مبينة ملزقة ولا ملبسة على بعضها. Again I will double check the garlic لأنه في توم وين ما كان بأمريكا. And then the Big Mac. قبل ما أكل خليني أخبركم شو عن الإمبريشن. 1800 متر مربع تحت فل كل جنسيات العالم موجودين.
open kitchen بتشوفوا البيتزا عم تنعمل بالطابق الفوقاني للولاد في بلاي ستيشن في اركاد جيمز. بس نحن رحنا وفرجيناكم بالحلقه اللي قبلها بالسفره اللي قبلها بشيكاغو الفلاج شيب تبع ماكدونالدز اللي شيل منه الاحمر شيل منه البلاي جراوند وعم بينقل اكثر يصير هالمحل لكل الناس. هل بيضل هون للولاد وبيضل احمر واصفر ويلي هو او بينقل من تبع شيكاغو؟ الايام ترجع بتخبرنا. فرايز بيج ماك and honestly هيدا انشف بيج ماك بيكو بحياتي. لحمة ناشفة خبزة قديمة اوف what a deception. ممكن قد ما حكيت عن بيج ماك وعن ماكدونالدز بسفرة اللي قبلها هي بتفرق من فرق لفرق. هيدا الفرق كتير حلو التصوير هيدا الشيء سوبر فاسي. عم فكر هالقد عيش عليهم طبعا بطاطا مش مستوية ولا مش مستوية. The verdict عند ربيع بيتزا ستيك شو؟ هي اللي خوفني هالشي المفروم لونه أحمر من جوا الغريب عجيب ريحتها كتير قوية بهارات بتخوف. ريحة البيتزا ريحتها توم كتير قوية ما عم بتفلسف ما دقتها. والباستا كيف؟ سوبر أوفر كوكت وكمان ريحتها من ألفريدو يعني. Anyway, what a deception. I'm a big fan of McDonald's. بعتقد هذا الفرع والفرع الغلط فتنا عليه. بس بوعدكم رح ناكل ماكدو قبل ما الفيلم من هون تفرجيكم. كاليفورنيا بحطوا دبل صوص. شيت جوسي مرتاحة. فقسي بس ما رح نخلي حدا يفقسنا. شو رأيكم نجرب إذا تشيكفيلي على الخط 100 متر بعيد عن ماكدونالدز طيب أو لا؟ How about our favorite chicken sandwich؟ How do you do it? You do it this way. Mayonnaise 1, mayonnaise 2, شكله حلو، وقفته حلوة، and crunch. مش معقول صغير، مش معقول. Amazing bread, amazing mayo, amazing chicken. سوبر جوسي كرانشي من برا بطريقه كتير حلوه على قد الخس. البندوره كبيسه على قد البندوره هي مقصوصه ناعم صغير. شافت الجبنه المجديبه ام سو لافينج ات. سيد اول اوه هيدا اول مره مندوق الجريلد كمان عن جديد. هاو دو وي دو ات؟ مايونيز ايه شو؟ خبزي جاشي جريلد different bread كمان. انا ما طلبتها healthy انا طلبتها grilled different bread oats grilled. شقفة دجاج حلوة قاعدة على التوستر مكبوسة كبس مع الزيح تحت وفوق. مان اطيب من هيديك. what the freaking heck quack quack. Oh my god. The taste of the grill. The taste of the grill. Amazing. طيب نظيف مرتب فريش بيريح. My new favorite chicken Chick-fil-A. وقبل ما نوصل على العشاء وننبسط نفش خلقنا بأكل لبناني غير شكل ونلتقى بكل الأصحاب والمحبين وقابي وهيك عامل مثل السمول جاترينج. شو صار بده؟ بوزة دفنت لي بوزة لأنه ربيع ما طعمينا بوزة بميامي. أنا ما قلت شيء. ما كان قصدي لا
بس انا رح ناكل بوزة بأورلاندو. باي. حلوة بيستاشيو اند شو قلنا بيستاشيو اند باينابل وتاني واحدة اسمها سويرل اللي هي بتنقوا شو بدكم فليفر من برا حلوة المكانة ومن جوا فانيلا ايس كريم هيدا بلش بالاساس اللي هو الفانيلا اول شيء اسويتها حلوة very creamy very sweet super commercial دلع فليفر and then نعم خده مرتجعة مع الشكل and then pistachio and pineapple هيتا نشوف أخف طعمة فواكه not natural مش عارف يكون مهذب طيب أنا قطع اثنين ما حبيناهم اليوم دلعة تقيلة أكيد not refreshing بحسه قاعدة على المعدة ناقصها هيك freshness and flavor and something natural والبرهان ما بتوقع بس كنت عم جرب بدك جرب هدي كمان next it's cedar's time صحن حمص سامبوسك وتبولة ما قالك إلا الحمص جدك والتبولة وحياتك ورق عنب زيت وحياتك يا ويلي يا ويلي هلا سامبوسك جبنة هيدا البيت القديم ينفط عليه ابن عمتي هلا فازيك سيكو اوكي واللي شر اللي على العرق كمان بيقرب أنا من لبنان من شمال لبنان الأصل من جود البترول من ضيعة اسمها دير بيلا والأصل من تنوري جيت 1979 أثناء الأحداث وكنت عايش بنيويورك و 2001 فتحت هذا المطعم هوني اسمه سيدرز حاملين طبعا اسم الأرزي وين مكان أنا كنت شغلتي غني كنت مطرب غني حفلات بأعراس عندي ألحان من رفيق حبيقة مطربين يعني ملحنين كتير مرقنا بمراحل كتير صعبة كنا بلبنان بس نقلت لهون وكملت فنيا لبعدين فتحت مطعم وجبت الكالتشر تبعنا من جرود لبنان من جبت تنور ستي وزرعته هوني سميناه عملنا مثل تنور أو صاج بتاكل خبز طري ونحن من جماعة الجبال جبنا التراث تبعنا من الأكل من كان عنا بساتين كان عنا أراضي بفرحلدة وعشنا هالحياة هاي وحبينا أنه ننقلها لهوني
والحمد لله يعني لقينا نجاح كتير منيح، والأمريكان بيحبوا أكلنا حتى أكثر من العرب، وصار لي 23 سنة هون بهذا المطعم والحمد لله كل الناس بيعرفوا، صار مثل لاند مارك، ناس كتير اجوا لهون، اجوا ناس سياسيين، اجوا مطربين، اجت صباح، اجت فيروز، اجت اجوا مطربين. طبعا كنا نعمل هون ثلاث ليالي موسيقى وغنى، وكان عنا كان عندي بروموتر هون خالد عكاوي، كان يجيب كل هالمطربين الكبار، كان يجيب لهون، وكنا نعمل ليلي وينزداي فرايداي ساتردي. والحمد لله هلا بدوق الاكل تبعنا وبتشوف مثل كانه قاعد بلبنان. وشو بدنا نحن، فرصه سعيده انه شرفتنا اليوم لهون، نحن دائما منتابعك وبنجاح، وان شاء الله تضل على طول all over the world، والله يديمك. ونحن ممنونك على زيارتنا اخ انتوني، انتوني اسم عزيز، ابني اسمه انتوني والوالد اسمه انطونيوس، سو اسم عزيز علينا. ويميت هلا فيكم، وان شاء الله بتنبسطوا اليوم وبتعرف شو لقمتنا. حبيتك حبيبي حبيبي بطل، خلي لي حلو كثير مناطقك، وبتعرف اني مصور فيهم كثير، وحلو كيف تعرف واحد قد ما فل قد ما فل هو عم بيحكي عن لبنان بيرجع بيرجف صوته بيرجع. طبعا طبعا منا هيني يعني بطل حبيبي بطل. الله يخليك، نحن ممنوننا كثير. حلو ده كتير. Yes, I don't know if you've been there. Of course I've been there. والله. وإيه صار لك بأمريكا؟ صار لي بأمريكا من 1984. شبيبة من لبنان. وقلت لازم اتعرف عليهم. عرف مع حالك، انت من وين؟ جورج سمور، من قريه اسمها دير بلا بقضاء البترون. حلو كثير الضيعه، صور فيها كثير. ايوه. سامح ملبان، انا من علي. بتعرفوا بتفشوا الخلق ساعات بشوف حدا لبناني بالمطبخ بقول اكيد اكل طيب، ما اختلفنا بس فيه نفس. يا نفس لبناني جورج. قد ايه صار لكم؟ صرتم زمان؟ انا صار لي 3 سنين. انا هون صار لي 6 سنين. واو. بتعطيكم الف عافيه وعلي يحفظكم. انا رايح دوق الحمصار. ولا انا بدي اقول لك انه وين في جات خضره ونيه وكاس عرق اجتمعت لبنانيه حتى برات لبنان. بدي اول شيء على خالد عكاوي. خالد عكاوي وانا وياه بنعرف بعضنا سنه 88، كلهم بعرفهم تقريبا سنه 88، بس جيت على اورلاندو يعني 35 سنه. خالد is one of the largest if not the largest gun dealer in the south of the United States. Shoot straight business is his. لبناني بيروح على لبنان، بعده جاي من لبنان، بعده جاي من لبنان، بحب الارجيله، بحب كاس العرق، بحب الجمعه اللبنانيه. على طول از باري ود خالد، على طول از باري ود خالد. ننتقل على ليو شلهوب، سبع شلهوب من دوما، كمان سبع بعرفه سنه 88. سبع كان يا ريت مفتحين بعدهم بابقات المروكن بافيليون، كنا تعدينا عندهم بكره وتعشينا عندهم. بس في عندهم مطعم كمان بديزني سبرينغز يلي قلت لك عنه، بكره يمكن نبرم شوي ان منحول عليه بركي، بقول لك هذا مطعم ل ل ل ل سبع. وفي كمان رشيد معه شركه كمان بنعرف بعضنا، مدامته قاعده هونيك انيتا لتقعد مرتي حدا. شوقي تشك نعمه، شوقي من الاردن، من اعز اصحابنا، مرته فيينا قاعده هونيك على اخر الطاوله.
she's also بشتغل انا ومرته ريل ستيت يعني مش بشتغل انا بجيب هي بتشتغل بس انا بجيب هي بتشتغل انا ما بشتغل كمان انا عز اصحابنا هون بال باورلاندو مانتو صحتك كيسك كيس الجمعة تشيرز 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 في شي 6-7 طاولات منبلش هلا كنت موحم عليه هلا كنت بدي سمبوسك بس بعد شوي كبة عندهم لك قد ايش شرقي شوية حمص خفيف نظيف على الايدين كله اوه ماي جاد ايه لا لا يزبيه معقول بتعرف هيدي الكبه اللي بيرغل طبعا مظبوط لحمتها مظبوط اه والله فيها جوسينس من جوا رائعه ساعة اكلتها هيك فقعت بقلب التم ديفيد حسيت في شيء مثل كانه نايس ليكويد اند انجويبل ليكويد تبوله 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 بقدونس تبعنا مش الامريكاني حامض زيت نايس بالانس بندوره مظبوط لا واو بلتين صح بلتين صح ها بدك كبنية شو بنكفي بنكفي على وحده كبه تانية يعني ما بعد عندي هون بابا غنوج ريحته روعه عم طبخ عليك ضبيت لك هيدا عندي ربيع لأن رح يخلصون على الطاولة بأمان ما تعطي الهم كبنية الشباب فقعوا نص جات بقلنا شوي تفضل فعلا أكل واضح لبناني كأني عم بردوني لبناني كأني بالضيعة بالجبل في طعمة طيبة في برزنتيشن حلوة في نفس واضح قلت لهم للشباب جوا وهلأ شغلي ورا شغلي رح فوت ايدي من هون شو ويا فوق ويا برافو اكسلنت جوب كيسك كيس هالبركة وهالسنين وهالتعب وهالوقت جابي تانك يو على هالعزيمة العظيمة وهالجمعة الحلوة كتير هالجمعة كلها سوا ما كانت صارت لو ما جابي جمع كل هالعالم المحبين اللي بيعقدوا اللي جايين كلهم عن جد أصحاب يلي حسسونا أنا جاي على البيت أنا ببيتي يعني حسيت حالي أنا هون ببيتي مش ناقص إلا نال والولاد يلا مندوق مننبسط وهلا منكفي متعرف على الكل حب شوفه لأنثوني لأنه هو بيمثل لبنان بس شوف كأني شفت لبنان كله بيفرح قلبي بينفتح قلبي بس شوفه وخاصة هو عم يصف لي هالمناطق والأكل والناس اللي هونيك يعني أنا بعشق لبنان وبس شوف أنثوني بحب أني روح على لبنان بعشقني بلبنان برغبني أني روح على لبنان مش بس هيك حتى بأمريكا برغبني باللبنانية اللي حتى أروح شوفه وروح زورهم زير محلاته ونتعرف عليهم يعني عم يفتح لنا مجالات مش ممكن انه يتصورها الواحد بلاش الله يعطيه العافيه والله يقوي شعب لك اسمك بدل له الله يعطيك العافيه والله يحميك وشكرا ما فينا نشكرك كفايه يا انتون انت حبيب القلب لانه اللي عم تعمله ما حدا عمله قبلك وبالتقنيه اللي عم تعملها وبالحب اللي عم تفرجيه وبالكومباشن اللي يو راديت كومباشن يعني بنحب نشوفك وبننبسط بس نشوفك كثير لانه كثير بيشوقنا بالطريقه اللي بيفرجينا لبنان بيخلينا نحبه اكثر بكل شيء برنامجه كثير فظيع يعني كثير حلو بننتظره يعني كل احد يعني مثل كانوا عم نحضر عم رايحين على الميس ماي هازبند هي سيد وي هاف تو بي كوايت اتس بيوتيفول اتس اميزنج يو نو وي انجويد فيري فيري ويل بدي اقول عن الكبه نيه من اطيب ما اكلت بامريكا اخر 3 جمعه فعلا كثير كثير طيبه والكبه كل يوم باكل كبه وكل يوم كثير كبه طيبين فور ذا ريكورد ذس از ديفينتلي ون اوف ذا بيست
وخمساته طيبين. هولي بعدنا نص الطريق والبرهان انه كثير طيب طلعوا شو بقي منه يعني عم بيقشطوني اياها. هلا بعطيك الصينيه دقيقه لك رح ارجع اعطيهم للشباب لانه رح ياكلوني اذا ما اعطيتهم اياها. حبيت الأكل فطلبت ورق عنب لفت إيد سوبر فريش عن جد مش معقول. طافوا هون بدي أقول فيك تعمل أكل طهيب برات لبنان إذا بتستعمل المكونات المضبوطة وإذا بتحط فيه النفس خلص القصة. بعد هيدي الكبة اللي مش عم بقدر شيل طعمتها من تمي قد ما طيبة صرت أكل ثلاثة منهم بيجوا من all over واضح medium طعمة الحريق من برا and the grilling perfect juiciness extreme ملح بهار very simply super juicy super كأنكن عم تاكلوا قالب زبدة. واو شو هاللحمة انحطت على القد. كل شيء من هون ورايح إلي كل شيء من هون ورايح إلكن. واو برافو 35 سنة مش بالغلط. كيسكن ولا قويكن ل 35 سنة تانية. حلو كتير 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 حلو. بتعرفوا كل مطعم بتحسلوا له شيء كل مطعم بيحرك فيكم شيء. سيدرز التاريخ العمر سمبليسيتي والأكل كتير كتير طيب فعلا طيب. القعدة الحلوة الموسيقى الحلوة بحطوا على سكرينز برا الفيديوز تبعي كل الوقت ما كنت عارف أبدا طلعوا بيحضروا كل شيء بعمله وما كنت عارف أبدا. بقول له مرسي لقابل هالجامعة. بتعرفوا الجامعات حلوين الجامعات هن أساس كل شيء بنعمله. القضية تبعنا انه نجمع القضية تبعنا انه نحب بعضنا اكثر انه نلتقى انه نحكي انه نشرب كيس وطننا انه نكون مع بعضنا وهي القعدة كتير حلوة. وهيك جامعات بترجع بنلتقى بنتعرف خبرني عنك انت ويني ما شفتك من زمان هيدا صاحبنا ما كنا سوا بالمدرسة وغيره وغيره من الاشياء. هيك بتذكرنا انه احنا مع بعضنا بنكبر وباتحادنا القوة. انا بشكركم كتير كل مرة في عنا gathering وبتجوا عليه بحس بالمسؤولية وبحس بالاكتفيت هيك بصيروا يتقلوا اكثر واكثر ونحن قد من هلا 19 مليون لبناني بالعالم يكونوا مع بعضهم يحبوا بعضهم يتذكروا هن مين وقصهم هن من وين ونضلنا ايد بايد لمستقبل افضل. ليلة بتعقد نهار حلو كتير اصحاب محبين وبعدنا مكفيين بنهارنا 22 بامريكا هالشهر العظيم يلي منه رح نعمل غيره وغيره وغيره ان الله راد. واذا نحن قصرنا معكم وما قدرنا نشوفكم هالمرة نرجع نلتقى فيكم مرة تانية. مشوارنا بكفي بكره بحلقه جديده. بشكركم اللي حضرتوا هيدي واللي قبلها واللي قبلها. شو بدي اقول لكم اكثر من هيك قضيتنا بتكفي.